أقضي معظم وقتي مع عائلتي. أستيقظ مبكراً لاصطحاب أطفالي إلى المدرسة لأن زوجتي تعمل أحياناً. أقوم بعدة نشاطات ترفيهية مع أطفالي، وإذا كان لدي تدريب أنتظم مع زملائي، وأشاهد الأفلام مع زوجتي، وألتقي أصدقائي كل أسبوعين تقريباً. لا أدري إن كانت زوجتي محظوظة، ولكن أقضي الكثير من وقتي معها ونخصص وقتاً للخلافات أيضاً. هذا أمر طبيعي. All people fight, so but not too much. Are you brave enough to? هل أنت جريء لإطلاعنا على أول راتب لك وكيف أنفقته؟ 10 دولار. 10 دولارات ولكن شهريا. قبل ذلك كنت أتقاضى 10 دولارات لكل مباراة ألعبها، ولقد اشتريت قميصا بها، ولكن بصراحة كان قبيحا، أسوأ قميص في مدينتي. لا أعلم لماذا اشتريته. The worst t-shirt in my city. لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ولكن إذا عدت يوما إلى الملاعب السعودية فسأفضل الهلال أو الشباب. برشلونة. برشلونة كالجميع بالتأكيد، ولكن ليس لدي هذا الطموح حاليا لأنني أحب الإمارات وأنا في نهاية مسيرتي الكروية، ولكن مع ذلك أحلم باللعب لبرشلونة. نعم، ذهبت إلى الأرجنتين وإسبانيا تحديدا، وعلى شكل خاص مدريد وبرشلونة. نوكيا 1500 I think the هاتف نوكيا، وكان الأزرق كما أتذكر، وفيه لعبة الثعبان، واشتراها لي والدي آنذاك. This was my first mobile by my father. My wife. بالطبع زوجتي هي الأولى والأخيرة والوحيدة التي أتكلم معها يوميا. أول بلد البرازيل برفقة أمي وأبي وشقيقي، وكنت صغيرا آنذاك، وقد زرنا مدينة ماسيو وهي رائعة بالفعل. I don't know where exactly, but in. Put your flags up in the sky. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. حامل الرقم 9 في المنتخب وأندية بوكو جونيورز وريفر بليت وفيرنتينا. لا سأعلن اعتزالي، فلا أحب أن أقوم بأشياء كبيرة يوم الاعتزال. أرغب في العمل مع الأطفال، ربما في مدرسة لتعليم الكرة للأطفال، وأيضا عمل آخر ربما يكون في مركز رياضي، ولكن بالتأكيد لن أكون مدربا أو إداريا.